مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو جدا سهل وسريعة بالموز. قبل ما نعمل نبلش بالطريقه، بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وشكرا كتير كبير للي عم يدعموني بالصفحه. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء عنا خبز التوست. هذا الخبز انا جبته ميديوم اسمر وابيض مخلط مع بعض، وممكن نجيب الابيض ما في اي مشكله، وممكن الاسمر لوحد كمان ما في اي مشكله. وعندنا 3 معالق صغار سكر، وملعقه صغيره قرفه، وموز. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية بدنا نشيل هيدا الحرف للتوست. هيدا الحلو كتير كتير بيرغبوها الأولاد، هي طيبة بس الأولاد كتير بيرغبوها. ممكن كمان وقت أسرع نعمل بهيدي الطريقة، منحط 2 فوق بعض. هيدا الوقت اسرع هيك. على فكره ما بتاخد وقت ابدا بالتحضير هيدا الحلو، وقتها كتير كتير سريع، ممكن تاخد حوالي 10 دقائق كلها على بعض، ما بتاخد كتير وقت. شفتوا كيف هيدي اسرع انه كل 2 نعملهم مع بعض. هلا بعمل هولي كمان. بحط لنا هولي على جنب. هلا بدنا نبرش الموز انا وياكم عشان يصوروا كتير صافت، وندهنهم دهن على التوست. اذا حبينا ممكن تحطوهم قطع ما في اي مشكلة. بدنا نبرش الموز مع بعض. بعد ما برشت الموز منكفي مع بعض. هيدي بديل وجبة للولاد صغار، كتير كتير سهلة عن جد. أنا برشت الموز عشان إذا الولاد صغار أكلوها ما تكون الموز شقفة كبيرة ويشلوها يرموها، هيك مبروشة بتلاقوها كتير سهلة، ما رح يعترضوا أبدا الولاد. بحط موز. كمان بخلط القرفة والسكر مع بعض، برش مع الموز. واو ريحة القرفة شو حلوة، كتير رائعة. ممكن قرفة وسكر تحطوا أقل، انتو حسب الرغبة. هلا بدنا نسكرهم. بعملهم بالشوكي بهيدا الشكل، بضغط منيح على الشوكي عشان ما يفتحوا. اوكي، قد ما فينا نضغط على الشوكة. شايفين كيف صارت مثل الساندويش للولاد، كتير رائعة، ممكن للمدرسة بيطلعوا كتير حلوين.
ان شاء الله بيفتحوا المدارس وبتعملوا منهم بتجربوهم. هيدي عم تفتح، شو بعمل؟ اذا فتحت معنا نفتحها، ما في اي مشكلة. فتحت معي عشان كتير حطيت بقلبها. عنا حليب بدهن بس على طرف الخبزة، شايفين كيف؟ هيا هلأ بتلزق بكل سهولة. برجع بسكر، شفتوا صارت عم تلزق بكل سهولة. هلا بحطهم بالصينية. دوبت بالميكروويف ملعقة صغيرة زبدة، بدهن شوي الصينية قبل، دهنة صغيرة كمان. بحط سندويشات اللي عملناهم مع بعض، بدهن زبدة على الوش كمان. أكيد عم حمل فرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هلأ بحطهم بالفرن. رح نعمل مع بعض هيدولي، نشوف كيف بدي اعملهم أنا وياكم. بحطهم بالجات كمان، رح حط فوقهم شوية زبدة. هيدي من الملعقة الصغيرة الزبدة بقيوا عندي، حطيتهم فوقهم. رشة ملح صغيرة، رح حط بابريكا، حطيت شوي صغيرة بخلطهم مع بعض بعطي نكهة طيبة. هلأ بحطهم على الصينية وبحمصهم بالفرن بس من الأعلى. هولي بعد ما طلعوا من الفرن، هيدا الشكل النهائي، هولي من الأسفل وهيدا شكلهم النهائي، وهول الستيك اللي قلتلكن عنه انحراف التوست، هيهم طلعوا كتير كتير مقرمشين وروعة، كتير رائعين للولاد. إذا حبيتوا الأولاد بغطوهن مع لبني مع جبني أي شيء، بياكلوهن بينتشوا مع الأكل أي شيء. فكرة كتير حلوة، بعتقد إن شاء الله بتعجبكم. وإذا هيدولي بدكم تعملوهن يكونوا صحيات كتير للأولاد، بتستبدلوا السكر بالعسل، ما بتحطوا سكر بتحطوا عسل، انتو حسب الرغبة. وكمان يلي بحب الحلو زيادة والشوكولا وهالأشياء فينا نحط قطعة منهم. ونحط عليها شوكولا، هيدي للي بحبوا كتير الشوكولا. بتمنى الطرق اللي عملتها تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احباب قلبي.